خلينا نسلينا غاف وسن فارلت من داو تاردت سن غاف فرنين أسو منزو نوفمبر إلي فدوني باكين أزايرين أدي فكارينس ما يقبلنا وخبيرا تم داو تاكين تاجدك أشحال نوفاتي نخدم نصفة مدى إني قلان ذي أثمن داو تاكين عيني لاندا جديد عيني سوفدلان ويل إما زال ذي الدستور كيم إذيين تسيدي ركات وراء الدستور 2016 لشو إذا جديد كل نوفا نعرض نصفهم أحريش سيت من دوتا كيم فاجدين أساكين أدنا وضع غار سينا نان إسقو ما أما وكذلك ساسا الخدمة من الدولة يعني قارنس الهيئات الرقابية نا الهيئات الاستشارية تيكاد إدي ساكن الرئيس مثل تدي شوار وسويتو ذا أفامي كي لقد دون الأمور ذكرى أنت مسال نظام ذي دولة تنزيل هسا كي دعنا صلفا رحلة مقراني لارضاغ سنف نتمو سنوين دي القانون أمن داو القانون دستوري لهندي سانت دكتورا ذي القانون من داو تصغار انت دي سنف سنت ذي سنوي أكلي مهندو الحاج ذي الولاية انتوفر سالجينو ثايف وستهيم دكتور خلوفي خدوجة مرحبا يسم مرحبا يسك الخير تكم الصحة فنعرضها كادينا وكزلو فكذا عندي سوالي لونكي تنميرتي من دوسير ورجعي نون تازل مات يو الحال تعدد دي ناضي نوفا يكين بد ما غفت من دوت ولا ذنسات صغار ذي سلاويث أكلي مهند الحاجة دي توفيرتس دكتورة لوني نصيرة مرحبا يسم يعطيكم الصحة في العرضة ياكية تلفزيون تسعة ربعة ودي نازل في اللون سكربو عندي توالين دخن تمورث فران تمورث تنمير مرحبا بكم دي سنتي دونت دفدو غير لك دكتور خلوفي خدوجة وقبل من الشمر انه من قار كان يسقوا من الشوار نعاود يسقوا من تسعس الهيئات الرقابيه نا الاستشاريه فغان انو غار سينيكلان وكذي ثقرا نتمنى وثاكيا ثقرا خاطر نمسلايا في الديباجات ازوارت نمسلايا في نيكلان فغا غادي نو فايك بوسا وقبل نمسلايا في سقو ماكين غادي نمسلايا فين من قار الاحكام الانتقاليه كما مسا لاشو كلان ديت من دوتك الاحكام الانتقاليه اش المعنى سنت المعنى سنت بلي التعديل كي 2020 يويد هيئه تجديدين سواء هيئه الرقابيه سواء الهيئه الاستشاريه الاحكامه كي قارن بلي ماشي دين دين ادفنت الاحكامه كي ماشي دين دين ادعينا الهيئه تاكي الهيئه تاكي اد قيمتي كدي لانزيك تي كد غودي ساندي التعديل 2016 اد خدمت الى غايه ما خدمت تنصيب الهيئه التجديدين خدمت ماكسيموم تخمنت اسكواس ثالث العضيل يعني ثالث العضيل ماكسيموم ادخل من تسكواس ادخل من تجديدين كنصب من الهيئه التجديدين سواء كذا الرقابيه باسكو غير خاطر شتي كاكل هيئه تاكي ثاني الدستور دائما يحيي القانون القانون تاي نضمن الهيئه تاكي تجديدين اذا باش يدفع القانون ضيق هو قانون عضوي يا سيدي لو اورغانيك سا برون دي تان يتاوي الوقت باش كني القانون كي من المديفع من ما يناقش ديال البرلمان من المديفع الجريده الرسميه باش نكوني اونتيليير ديال الفيد انسعو ثغرات ديال المؤسسات الدوله تغيمات تقديمي خدمت قيسوس كواس نغد الماكسيموم ار ما خدمت تجديدين تاكي مقر الاحكام الانتقاليه حتى القوانين اذقي من كذلك الماكسيموم اون اني بما تفعل قوانين تجديدي تنمير ديال نفهم وكما كدنا يعني دكتور خلوفي لانت خطر من تم دوت كزام لان 225 المواد نا لي زارتيكل والاحكام الانتقاليه كي لانت دي 224 و 225 يعني تسين كورا تفهميت يعني دكتور عندنا في كلمه تلا الى تورا انه ما نقار اسقامو امن داو المجلس الدستوري سي لاضي لي وكن ما يقبل قدود الجزائرية ثمن داو تسو من زون نوفمبر اتسوغال ضخام نشرا امن داو يعني المحكمة الدستورية بصح ماشي اسو نسي نوفمبر اتسوغال المحكمة الدستورية إلا خارب فخوندر قوانين ولا ما نخاف فخوندر دو كوغميس اونسيف الجريدة الرسمية لا جورنال اوفيسيال الما دندي عقال نتي كذا يعمرنا يعمر نسخمو ونشرا كامن داو يوكن ان في دار الخدمينيس وما كان عندنا دكتور سفاميتي يعني اكني وتا سعان من برانت مورت على ماذا سكوسي وكان ادفد وسعر سكوسني انا خدمت القانون كلان تور هكا دوك فوالا للتعديل 2016 القانون 200 ماشي الراي 224 الى 225 هذا شو تقارن دي سيني سي لا ميم شوز القانون القانون انايا كذي قيم القوانين ساتي كذني قلنا كني ساري يون 224 اسم سيده في سخوما يعني في الهيئات في الهيئات واني ظن في القانون يبقى ساري المفعول ارمى دفغ القانون الجديد وكذا يعني قلنا يعني مواد الاحكام يعني ما نعطل اسكواس اسكواس بصح نزمر نسنقص داو اسكواس نزمر نسنقص من نزمر انا ديباسي اسكواس انا شو شي جن نزمر نخدم مستوى كورن دي شهرين دوك سكواس هذا شو زمر يعني وكني ان نرفع لي قلنا
إوا كنا أنفاسيت من دوت أكيد كين لا غارت من دوت تجديد هاكو لي سكوما كين نغ الهيئة تاكي لي زانستيتيسيون هاكي نغ القوانين كلان أشو غارا يجينا سلوين تيوزا نغ كذا كحكم التامورت اذ اذ كنا سكواس نغ ساو كور نغ ربع كور يا درا إذا كان القانون يدي قارن بليك إلا قات نسبد دي ساو كور ندي ربع كور ولاش القانون دا شي لان لان لي بروسيدور لان الاجراءات تراك دينا المحكمه الدستوريه المحكمه الدستوريه لان خلال الاعضاء اضفوطين سا بخون دو طون صافي تاوي الوقت من مرا فوطي باش اضفوطين في اللاسن اسخم ظلال التنظيم باش تنظمن ورا يروحنا المحكمه ياكي اسك العباده يروحن اسك الهيئات وكي صافي الدراسه الا قاس سي دي بروسيدور الاجراءات باش كنا ديفغ القانوني نظم الهيئه كي اي باش كنا تنستالي باش كنا تنعين سينو زمدا تروح كنا كغرس للذي مجلس دستوري اقلنا سي دستور 63 كنا دي مجلس دستوري ثوري سي تعديل 2020 تسد محكمه دستوريه محكمه دستوريه كي ساعه تنظيم مختلف في المجلس الدستوري بصح ما فغان دو دوك سوري فكي وفدل لي تورا لي ثمورث نزمر يعني هذه ثلاثة أربعة وكورن نزمر ما إلا نزمر نسبد ولاش نعاك الماكسيموم الفيديو غير الفوبا نعدي أون أني الفوبا نسعدي ناس كواس مي نزمر ثلاث شهور ديال أربع شهور ما إلا ناك تي في أتنخدم وياك القوانين دي فغون إلا قار ما أسلوين تيدو ذا أسلوين تمور إلا قار ما يساعد ذا نلقوها بيسونسي الجريدة الرسمية ما تعدد الجريدة الرسمية إصدار الجريدة الرسمية زي انفدو نصل خدميس انفدو انا نصل خدميس انفدو نخدم الهيئات ادر اون بلاس انت كذا ثق دي مينيك روح ارمي يا دكتور ادو على الدكتور نصير الوني ما اللي في الساعه كان كدار نوضه في يعني القوانين كي العظيم قانون 200 انا الراي 224 ولا 225 في الحكم فين انا كاين ثالث العظيم كاين انا درسي النظام ايه في الحقيقه شرحت يعني سبتة الاستاذه خلوفي انا عندي الهيئه الاستشاريه الرقابيه فشحال ندوس نريد فغان ندوس رقابه كا رقابه سي مزوره خاطر كميني الصغار يعني القانون من دول القانون الدستوري بصح الصغار داني كنقار لي لو موديل فان عندنا الرقابه الماليه كا الماليه العامه الماليه العامه فينونس بيبليك اي فينونس بيبليك فان انا خاطر نورمال اي ليكو دي فرانس كسور دين دولا الا كنزار نديس روح ولا كنحاسب وكذا وكذا في تصرفا مالا يروح النظام يسوفون يصور ديكي نغي يروح عند النظام فلا الى يونس قاومونا الهيئه الرقابه وتكين هذا سقام مسند على تصديق الشفافيه لك لا ترونسبارونس ذاك انا خاطر المحاسبه هذا الى مجلس المحاسبه انا في مجلس المحاسبه ايه ثم دوت كيفاش جديت 2020 تبدا الهيئات الاستشاريه الهيئات الرقابيه نزول الهيئات الرقابيه ومام طون ريسبكتي مام التسلسل ديال المواد خاطر مثلا الماده 199 اللي هضرنا في سقام ياكين المحاسبه انا على المحاسبه لا كول دي كونتا كيسخار فوالا اشون الدور المجلس المحاسبه دور ينسي يعني مزوارو ذا الرقابه على الاموال العموميه اذا من الدوله اذا من عطوف كاين قانون زي بين بالك يعني بين الدوله ما كاين لقات نصرف ما كاين لقا ايتو زيك المجلس كي ترى يسعى المفاهيم استغاث غامضه خلوتي السيناره ابار وكي لان يعني يتسيرن المال العام مثلا البلديه الولايه ايتو وكاع كي يعني سلنيس ومن بعد ابخي ثورة السياره الجديده يعني مي خدمت ثم دوت كيفاش ضد يغل المجلس كي يسعى هيئه مدنيه هيئه فنيه الهدف ينسى رقابه المال الادري من المال العام اون جينيرال ديس اموال الدوله ديس الجماعات المحليه البلديه الولايه كذلك مام المرافق العموميه يخدم الدوله عند يستفيد ديس لان ديك الصور لان ديك دي كان سي الخزينه الدوله دي صور ديال كلنا الدوله اللي هو كان تنتصرف تروحوا لنا الولايات تروحوا لنا الغيوان تروحوا لنا غار سي سكو ما كاين الدوله لان كان على كل مصروف الدوله الدوله ما تيسوفا سي الخزينه الناس اللي وكاله تصرفيت الف هذه مزده الى اسقامو كاين المحاسبه لا لا كول دي كونت نغ مجلس المحاسبه انت اي زرن اسوري في دوني سور دينا كيم مي لا
اين كني موشي سوفوني روح الغرسنا خاطيا في كيس نقال محاسبه يعني هذه حاسب عندها يروح شو دي صور دينا كانت تمرير امك مثلا ادفكال مثلا لنترؤس الاموال قناص نترؤس الاموال التجاريه للدوله اللي تسك شمك الدوله سي الكوميرس يعني انت مورث الكوميرس يخدم مورث اون جينيرال كذلك مثلا سعاده غن المجلس كي المحاسبه يسعى خلا صلاحيه صلاحيه شامله يدوب يعني ثمن دوله كذا جديد اشو غير الهدفين سداني تادي يخدم باش هذه يخدم الحكم الراشد الحكم الراشد دي التسيير مع تاتي الشفافيه كذلك ايضا باش سوسكا مع نحاسبن خلال مساءله المجلس خاطر سوسكا حاسبن انت روح نوري باش الاجراءات وكنيا هذو حاسبن خاطر اسخا ممكن المحاسبه راهي ساعه عقالن وماشي كان ذاك اللي تسمى الناس يعني ديك الولايات تروحوا تسربويا وكان الزرم تنداني صور ديناك امشي راه حاسبن وكاليك تصرفي صور ديناك المجلس السكني مدينه اسمحي مدينه حاسب ماشي ذا شارع يعني هذا بريدان ذا الخدمان سنة حاجه يعني لي كالكول لي كالكول حسابات المجلس السكني هذه يخدم هذه يقدم الحسابات يعني هذه يخدم عن طريق تقارير سكر المسؤول يخدم لنا خدمي النهايه ديك الحسابات شغل يخدم لانفونتير على فان دو ترافاي سواء هذه اللي قرب المال العام هذه اللي بعد ليسونسيال يسال علاقه سي من الدوله على مستوى البلديه الولايه على المستوى الوطني المركزي الوزاره الى غير ذلك هذا سواء تيكدو ذا رئيس المجلس الساكن للمحاسبه اثي عين لمده 5 سنوات نفس الوقت جايس من السلوي المحاسبه في توزيع 5 سنوات من السير يعني قابل للتجديد شو هي سنتكلت كان ماشي مع ما قبل 96 نكون ساعه كثر رئيس مجلس المحاسبه الف ولا مازال الدكتور لوني يدرى اسخا ممكن المحاسبه الى سيد من دوت اكيد لا انا وكيد جديد لا الا ديجا افون سيت التسعينات يعني ابري تولا شو تولا الناس شو من بعد الجهه دي سكان صلاحيتك قارن تجديدين من المقلسين يعد ايه فوالا تيك التكي يلاق المجلس المحاسبه قد يخدم تقرير سنوي اغابور الرابور تقرير سنوي ياتي شقا رئيس الجمهور يسلوين تيكدو دا ومن بعد انت غادي ياتي ينشر صافي ديرات ياتي دي سوفور الجورنال او التقرير كذا غنيتي موت رئيس المجلس الامه كذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومه كذلك تيموت صح اما لو فان خيرا يعني فان فبريد ديك صور دي هناك يدرى يسعى يعني الجهد وسخمو المحاسبه يسعى يعني الصلاحيه وكنا دي روح هذه سعدي دي الشرع وكذي كوكر وكذي سعدنا صور دي ارتم النظام نغ السنين كان سولان تويدو ذا دنتساري ضمن راي وكنا سورا دي المادة كي 199 دي بين يدي حضرن في مجلس المحاسبة وتسفينا نشتكي بصحة بري الفوت يعني برمي نوفمبر بدي تدو ان شاء الله ماذا فوتنا في الدستور لكن هدي فغ القانون ينظم يكو صلاحية المجلس المحاسبة يولي لانتورا ثورا اسخمو المحاسبة يولي لانتورا يدرى يزمر ما يولي يعني كريو صور دين دوري كفغان كفغان افري ديك لقاء دي دون دي سن دان يلقاء صرفن تندو يلقاء صرفن وصرفن تندو يلقاء صرفن يدرى خمول المحاسبه يسعى الحق وكنا دي روح هذه سعدي دي شرا دي شرا نا دي خدم كرا باين اسي راختين وكذا كي ايكو هرن نا صرفنا ندير هذا ذاك هذيك الشم دون لو كادر مكافحه الفساد سواء عن طريق المهم ندير روحنا يسعى الجهد يسعى صلاحيات كالفا يسعى انت خرج خمو قلا تورا ايه تورا وي يسعى اشو نكون اني نيماجيني باري الفوت سي سا دي لنت قوانين عضويه دي فغنا في مجلس المحاسبه هذه سفينو كنشتايا كي التفاصيل معناتها لي ديتاي ام كي تحاسب الجزاءات المترتبه عفوا شتاياك اونكي روح نوذري من ماشي قوم كننسن معناتها روح مثلا في اطار الصفقات العموميه عندي لي عندي تيلي فاسد هكا عندك ثلاث اكوردات يجعل اعطيك مساحه وكيف وسخامو المحاسبه دكتور خلوفي صادق اللي كان دار نوضه فوسخامو كل المحاسبه نعديو سسخامو اسخمو وكيل المحاسبه اللي قاد لي بلي الزر بلي لي تري امبورطون مالغري سي حيله زكوليري ساعه تص ما ما كان دنا كي دنا الاستاذ لوني زكو سينا راه مدن وسكينا راه صلاحيات طاس ميثوره دي التعديله كي خطي التعديله كانت راجو غادي يفغ القانون العضوي يفكي الصلاحيات ان داي زمر ما الا اكتشف داك الا الفساد يزمر نتسرى يروحنا لا جوستيس وين الدنيا فوالا سي زمرنا ديال سي ود لافير لا جوستيس صلاحيات شو الجد شو الكلفي سي فكان كد من داك الكلفي
ماشي التعديله كي نورمالمون دابخي التعديله كي اسكن صلاحيه يزما يروح على جوستيس بلي انت راه ديبوزي لنا ثلال الدوسيني عندي الى الفساد باسكو دابا نتو راهي نخمن المجلس النظام نتو راهي نخمن المجلس النظام مجلس النظام لمكافحه الفساد المجلس كاين اللي يعاون مجلس المحاسبه نسدي يعني لا ترونسبارونس الشفافيه لا تيم يا تجعل نقدي يمكن نقطي على تجعل لك تقارض وين كنت قاعد ندوس دقيق لا نفهم وكي وكي ثانيه ثاني سد التعديل 2020 كي وكي يسعى لا غولاسيون ديريكت مجلس المحاسبه نتما يكتشف الا الفساد سواء اكتشفت انت سواء يوض غرس العلم غرس عن طريق المواطن غاشو نتسرى يبلغ مجلس المحاسبه باش يدخل حتى ان المجلس كي تكلتكي اثين فكان الصلاحيه يزمر يروح على لا جوستيس ما يلي يكتشف دي لا فساد مالي فساد مهما كان نوعه يزمر يروح انت اون جوستيس غادي يرفض لافيرني اون جوستيس تتخذ طبعا من بعدك الاجراءات لا جوستيس ومدني ديال الفساد المالي يعني تاكوارد النتيجه على ما يصور ديال ناض كوين الفساد ياكو اي لا ممكن يستخدمني يمكن لاني وكان نفوذ ايه نفوذ هكا الفساد دو سينديكو دنينا كفساد مالي ياكو انواع الفساد لا شو ادني ذا نوع اشكاليه من وين سال من ويض ذا سقمو ياكين الحاسبه اي س... اي اي سال خطي 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 ولا لا 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 مجلس الشفافيه ومكافحه الفساد نتسارع علمن مجلس المحاسبه في حاله الفساد المالي اها نتسارع علمن باش يدخل ايه هاد المسافره في وسخه ممكن نتزدق يعني الشفافيه كل ذا نوع تاع عمرنا ذا جديد ماشي ذا جديد السلطه لا شفت تشرحها ما هي الشفافيه يعني السلطه العليا للشفافيه السلطه العليا للشفافيه اسمها السلطه العليا والوقايه من الفساد تاكينيش ولا ديفيرونس ديال الهيئات النظام الهيئات الرقابيه النظام على الهيئات الاستشاريه تاكي غير تابعه لرئاسه الجمهوريه تاكي مستقله مستقله من بين الخصائص بغادي انا كان باللي مشروع التعديل الجديد كاين يذكر الاحكام سبيسيال الاحكام المتعلق بالسلطه ياكي هاشوس بارابور للدستور ثمن دوسن زوج 2016 سورتي مان تسمى تسميه ينس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد لوانني اتنفذنا ديال القانون 1601 المتعلقة بالفساد لكن ثورة سمنت السلطة العليا شو المعنى السلطة العليا السلطة العليا ذكي نفهم بلي ثمور ثنا سعى الإرادة السياسية بمعنى أنها ما كديني لا فولونتي بوليتيك مستقلة عن رئاسة الجمهورية ماشي تابعة لرئاسة الجمهورية وسلوين تقدو ذا يتحكي ما لديس ماشي ذا سلوين تقدو ذا سلوين يعقل لك ذا سخامو ساكن عالك سخامو كي خذ ميا نا خذ ميا ساعتي لليل يوكن أذناذين هذو راح نتسكف لندير لا انت لا تفكر انت لا شعب واين تاخذ من يعني من السلطه عندي ديال السلطه سعان الحق هو كنا نروح للشراء مشى ما عندنا فوش الوقت كي كيف غادي داغ ميم ستفي على داغ ميم الحكومه سكش مع ريمانيس وخديميس سا سي سي تري امبورطون معناتها سعى استقلال عضوي وظيفي ميم الاستقلال المالي يدري منيس ذا وقت سمين وكذا كلانز داخل تسخموسك أمي ذا وقت تسمين تعيين ذا وقت تسمين وكذا قال انت سلطه ياك السلوين صار يعني سؤال قلنا كني سؤال وجيه جدا ولكن الامر شو دينا هذا كي باش غير نشتي ياك الكل باش السلطه ياك تاخذ ما خديمي ساكن يواثى الحال اكيد بس قاموا يمون ولا شو دير ندير بصح زعما شخصينو الدكتور خلوفي الجمهوريه انت عينتني عينا هكا انت انا كدنا استاذ يوغال سلطه الفيديغ يسعى صلاحيه يسعى الجهد يسعى الجهد يسعى الاستقلاليه ولا شو يحكم ديس ولاش يسعى الاستقلاليه نتثانث انت راكي شي تخدم التعديل كي يخدم ثمان للعلاقه بالمجتمع المدني من اجل مكافحه الفساد نيرك السلطه ياكي وثاني راك الفساد المالي ياكل الفساد جميع اشكاله ماشي مجلس المحاسبه راه خاص في المال الفساد المالي مي وكي خطي في كل الفساد بكل انواعه هكا ويسعى ما مزمر اللي يخدم لنا استراتيجيه كاين خطه امك وحدس بلا ما يغلى حتى الدكتور لوني يخضع للحكومه يخضع رئيس الجمهوريه دائما كنا نافذ قرار هيئه مستقله ما فغال دار الدستور دائما كاينين هيئه مستقله الهيئات الرقابيه يكون كل هيئات مستقله ماشي من الهيئات الاستشاريه هكا انت زمان معاك هذه خدمه بلان امك يزمر الفساد كي يقضي عليه من قبل ياوض
من قبل ديال الفساد دار الطوب نساكني لا يزمر دي خمام بلان نتفاداو هذاك الفساد ويزمر حتى ان هناك يسعى على غولوسيون المجتمع المدني هذ معاونين اكنا يقضيو على هذا الفساد يعني تيجي يقول لي وين انا نقرر كان المجتمع المدني لا سوسيتي سيفيل زمر تضع انت تشكيت ارساس قامو ياكي نتزديك كو ديرها يعني تجعل اثني خبر ملك ري ولا سوسيتي ديال الملكه تاكوردا وذا سقامو ياكي السلطه العليا كامل كيف كيسمح اذا انت تروح للشرع انت تاخذ من اين يقول من يوكل سوا تروح للشرع سوا تروح للاداره باسكو زمر دي فوا ماشي دافري الشرع راه تبع زمر تروح للاداره هذا شو الفرق ديال راسل خطي يعني ثاني الشرع ثاني يروح هذه شرع وين قرطك من الفساد الاداره خطي يزمر الموظف يزمر الموظف يخدم من الفساد يعاقب مجلس تاديبي في الاداره تروح لجهه المجلس التاديبي سا دي بون زمر كانيس زمر نهي ديغرادين زمر سما دخت خطرت ولا وكذا كادي سوينا كقر ما يكون الفساد نعطيك ورضان كي جعل وكذا كي يستخدم لي من سن النفوذ يعني التفصيل لكم كانيس يسعى الجهه المقرنه ديالي هذا 50 سنه واش غادي يحاسبن يريد ثنيات ديال الفساد المالي الفساد غير المالي وكذا كي خذا لي سور دين دا شو الفساد ديال داك الله لا هي وين يستغل امكاني ناس البوستي ناس هذه خمسه استعمال السلطه استعمال السلطه استعمال السلطه ايوا شو يخدم يزمر البيروقراطيتين تورا كاين توالم ديال الاداره ما غاشي ناش يخدم البيروقراطيه يزمر هي ونات ماشي ديال الحقيصه بلاصني كدا وكان اخدي اي غير العباده اللي قام يكون على وين يسعن على وين يسعن تايتي راه تفنا خدي يا خا كيتي دنقا وين يسعن وين يستغل البوست الناس اثاني ضفض لا فامي نسو كل تفني لي بوست ديال الاداره ولا زمر السلطه يا كي ناس خمو كي يزمر هذيك كس وين راه يخدم من يزمر نغا كي غير الاجراءات الاداريه يونا ما كي تروح بزاف تخلى جوستيس غادي يروح للكونسي ديسيبلين الاداره غادي توكس كم كانيس غادي ديغرادي تعقب سا دي باش العقوبه راه سمد والسلطه يا كي يضر خطر السلطه العليا يعني سلطه ثغل الناو ديال الموت سعادي اسمعي كان الدكتور لوني السعاده ديال الولايات النظر وكذا يخدم نغ وكساون كانيث لا خاطر اديلين وكعرك يتقرا استاذه ثاني لا قانون عضوي ابخي الزميره راه تيليك سفلى اترقب يا كاين الا دي 48 وكذا سكتي لا علاش سيغمون هذه اللي سعى المكاتب سعى فروع على مستوى الولايات وكذا الساعه انت مسني القانون شو وكذا كي راه قاعدين داخل شو كي راه قاعد تسعون شو كي راه قاعد تسعون الكفاءه بيان سور ماشي سورتو القانون القانون للدغوا اون جينيرال القانون هذه سن النكهه ميك القانون العقوبات المهم القانون اون جينيرال اشوف غادي نهضر على السلطه يا كي مهم جدا صح الدغوات صافي دير نتا تخدم المجهود تدفك لي بروبوزيسيون لي بروبوزيسيون الاقتراحات نتا تاخذ من البيتينس الشفافيه باش تسفين باللي خدمني لا ترونسبارونس ادخل السياسه العامه تسفين الشفافيه وتسفين داغن تنفيذ الشفافيه المكاتيلي المتابعه عينس كذلك لافونير ديال المستقبل مهم جدا يعني الامراكي كذلك اشو غادي تخدم تجمع المعلومات التوثيق كاع يعني ندويه كل زانفورماسيون الكل تخدمي الجهات المختصه معناتها في متناول الجهات المختصه منها الجهات الامنيه لابوليس الدارك اكسيتيرا كذلك الجهات القضائيه المحاكم يعني القضاء ما كانت تخرجك دكتور لوني خاطر تخرج يعني لدينا وكان السلطه كي الناس ممكن يديرها لك كودفا وكذا كيستخدم اتجاه عالي صورديين نغتسكر نا كان وين يتفهم كان يصير اخ مع الرئيس وكذا كيف كان القانون الحقي وكنا دروحان عندما سنهوا اذنادين ادخل منا كان خالي زونكات نسنا غادو هادو ولي الملك شو كندير حاجه ويا كان كادنا دكتور لوني يا كان دا تروح يا خاص نردين تيبوري وكنا ندخل من ندخل من سن ست لي ولا شوينا يحرصن في اللسان مالا شو كنت كلا تارو في ثقل انا كدكتور لوني غني الاستاذ دغدي لا قلب المبالغين على الفساد اللي لقات السعود الحمايه معناتها لا قان بروتيجي نادي سيون هذه ديك العري دخل شكوى مثلا هك دي انت الى الفساد اما الاداره كي مثلا سليبر فيتو ماشي زكا زكا ديال في مانيس مثل هذا شومر ناشو تي تشوف نو الى قاس الحمايه الى قاس بورتيجي انت اس حبيب رفلس سي القانون بيان سور تطبق فلاس القانون ديفا هادي فغ القانون يحمي كذلك المبلغين اي بورتو الى ديجا من قبل القانون كاين الى اكزيست لكن تورا غادي تدي في القانون خير يس هادي لي هادي ديتاي كلشي يتمثل تاكي صح يعني زدو مازال هذيك سكوما كي المحاسب ديال مورتنا الى اسخمون المحاسبه على كور دي كونت المساده في السلطه العليا كاين اسخمو كي ثيمون اسخمو يمون علاين يدير هان استزدي
لا كنت يبدي ميال تجعل مازال سين نظنا كان دكتور خلوفي تم زورة كل سوى شيء بدا تعديل 2020 المحكمة الدستورية المحكمة هي كي تجدي تديوي تعديلة كين يعني تزيد أخام نشرا من دو تورا نساء القانون ساعة أسخامو من دو قانون دستوري هذه غال دخام نشرا من دو المحكمة الدستورية سفا ما نقصد الدكتور المحكمة نعت نزيح ندان ساعة مجلس دستوري ثورا رنس المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية كي قوش حال الأعضاء النص 12 عندنا في رئيس الجمهورية أدي عين سيكسن أربعة المحكمة العليا تنتخب يون من بين أعضائها مجلس الدولة ثاني أدي ينتخب يون ستة نظام الفوطين في لاسن غير كي نفسها بخون دي طون بشكل نادي في القناة ويكمل ويفوطين في لاسن ذاك أولا دنوي أري ترشح وكهكي أساتية القانون الدستوري إلا خاطر تنقد سوازاليس إلا ذي موسنا ونا غيك صغار القانون الدستوري سقامو من داو ماشي القانون النظام لا القانون الدستوري ولا قد يسعو بخوميامون لا جنس 50 50 سنة مينيموم افريد بودا افريد بودا في النظام يدي لقى الذي لي يسعى ليكسبيريونس القانون الدستوري يعني صغار ذي ذي الجامعه 20 سنه 20 سنه اكسبيريونس ذي المثال ويزمر يقول ذي خير يعني حريشي الناس القانون التجاري نعم تجاره نغ القانون الدولي نغ الصفقات العموميه هكا ويزمر تقدم مانيس لقى ذي مسناوز القانون الدستوري مسناوز القانون من دو كما راهو نايت سيكينغ افوتين في اللاسن هكا ثردي فغ القانون مكرا فوتين امكرا ترشحان اسك الفوطا كي نزرير امكرا الدستور القانون ولكن يحتمل انه الاستاذ القانون الدستوري ما يسعى لاجاكي ما يسعى ليكسبيريونس كي ادي ترشحي مانيس وهذه لي الفوط في الشعب اشحال رقم نعقلنا كي 12 عقلنا كي اشحال 50 سكواسن 10 سكواسن 6 سكواسن 6 سكواسن ساعه تجديد كل 3 سنوات كان نص سنسن كل 3 سنوات حتى ينادي يبدل هذا يبدل ازكى نص سنسن ايه بصح ابار لو بريزيدون البريزيدون ساعه البريزيدون هو اللي يسمي ذا سمين هذا الفوت في اللاس رئيس الجمهوريه يعين سي ربعاني يعين رئيس الجمهوريه يون سيكسن ده رئيس المحكمه اشحال يخدم 6 سنين 6 سنوات ودي تشغل بعد 6 سنوات خاطر اذا يزيك اذا زي كان دا هو يقارس كينيا ولاش القانون اللي دقار المايلا هذيك من راني 6 سنوات هذا وحاغ انا غادي ديفيد 6 سنوات هذه روح كل تكاثين مفصول فيها 6 سنوات هذه روح اسقمو اسلو يسقمو كي نشرا امن دو كي يوت عقلنا كي لان تكرا الشروط داغني لا قضيه لي انت باش هذا اسمحي كان الدكتور وكذا ديال سنه تقرض اللي تزور ذا سنين 6 سنوات ايه بصح ما يروح للسنين إزمار ويتغمر ستيس قوسن خاطر ما يبدل انه كاد يبدل الوايو فوالا بصح ماكسيموم 6 سنين هكا ماكسيموم 6 سنين وين ياخذ من سين 6 سنين غادي يروح غادي يروح الماكسيموم اوتوماتيك خاطر ما يبدل صح غادي يروح ديك سكوا سنين وثلاثة غادي يروح السنين غادي يروح السنين غادي يروح ديك السنين هذا سنو كاد النظام اش غادي نهضر دكتور غادي نهضر على لانت كران الشروط داغني كوكا هكا ياخذ من المحكمة الدستورية من بينهم الى قضي لنا يعني اضافة للاستاذ خلوفي الى قضي تمتع سي الحقوق المدنية كالسياسية ولا قال زافي ديغ هذه المحكوم في لاسن بسبب جريمه ديال لين ارتكبن جريمه ماشي دوك هذيك خطا الشرى خطر سفسدن ولا ذيك لا غني لا قال هذه لين الانتماء الحزبي كانوا بارتي بوليتيك الا قال كي سو با كونسيرني اون قبلنا اون خدمنا انا دي ديال وتكار دوك كيفال سيرفيس ديال لواني نازي لا وانا كيما كونسينا تعيين الزمره ديال لي ونعني دوك شافر بصح ما الا يشمر ديني راه غادي تاخر ما الا غادي به جوست هنا عيننا نخدم اذا كاين الا قاد جنا خدمني سنا حبس نخدم مني معناتها ممارسه اي عضويه النظام نخدم النظام على نشاط النظام ان تكليف نعمله لنا سقام دوك سقام ونشرا من دو الا قاد يجي يشرح الخدمه النظام اي تبغوا ثلاث الخدمه يعني ما الا استاذ في الجامعه استاذ قانون دستوري هذه ديميسيوني سي البوست هذه غال هذه تم وسافر خدمه اللي خدمت خطر سمحيك قارم وين مقارم كون وي المبنى كي التنافي التنافي ماشي التنافي ما الا ذا قبل سقام ونشرى من دو يخدم على النظام اي نيفو يلي الخدمه اللي كنا خير بس كنا ديالنا يتفرج المحكمه المحكمه الدستوريه كي ثاني دا سوزالي سوزالي صدا بقران سي بور سو سنجينا راه تخمنا لي بوست النظام خدم النظام هذا يسعوا الوقت في المحكمة دكتور الوني ايه دفتا داغ المثال ماشي كان استاذ جامع وقاه يخدم ليمانسن ليكوم مثلا هذه يريد المحامي مهنه حره مهنة حرة ما من تنجي خدي ماكينة هذه يعني ولا إيه؟ إذا قالوا سخام ونشرع من داو المحكمة الدستورية وري خدمة راهي النظام فوالا غادي يتفرغ غادي يخدم كان خدي من باش تيخدم كان على ما يعرف شنو النظام اللي قلت؟ لا داغني أعضاء المحكمة اللي كاينة لا قال ماها منين داغني تيلي مرة واحدة مدة ست سنوات مثل الأستاذ سميتي ست سكواسن لازم بعد توكس من بعد نعرف ست سكواسن فوالا داغني الإضافة داغني قلنا الحاجة داش ديتك إضافة بالنسبة للاختصاصات
وسط الماده 190 تقارد باللي صراحه يعني وفقا لاحكام الدستور المحكمه الدستوريه تكون بقرار من دستوريه المعاهدات والقوانين والاوامر والتنظيمات. معنا سيدة تاس ايه دا كيني لقاتي لي تفصيلي يعني داش يتخدم ياكين إيه. يلاق وفقا نكوني السنية تمورة الجزائر السنية في المعاهدات السنية يلاقاتي لي سبكتيك وشو يلان دي المعاهدات الدولية السنية في تمورة النا بمراسم رئاسية رئيس الجمهورية سوف غيرت دخل الجورنال الوفيسيال يلاقات تخالف صافي التفصيل شو المعنى ساكي يعني دا نو إضافة دكتورة ما يلاسمح لي دا كيثورا كنا نقار المحكمة ياكين بس حدا شو صلاحيات المحكمة ياكي أي غرض نقار ساعة غزال المقر المحكمة ياكي أولا تتحمي الدستور دستورك أقلنا عاد نقار هو حامل الحقوق حامل الحقوق والحريات الدستورك إذا أنت تتحمي ظرف الحقوق والحرياتك أي قانون أي القانون الديفانسي البرلمان نغ أي تنظيم الديفانسي رئيس الجمهورية نغ أي أمر الديفانسي رئيس الجمهورية إلا يتماشى مع الدستور ما إلا أخي عندنا قرار الدستور نتي دام زوارو ذي القوانين إذا أين يكون القانون الديفانسي داوس إلا قد يدني إلا قد يدني الدستور إلا قرار في عرض أثي عرض المحكمة يكي تكسيت وديت فغارة أكثر نعم للدفع بعدم دستورية القوانين ثلاثة غن أين حاجة الجديد حاجة تجديد أكيد مسحة كيوتي التعديل 2016 زيح ويزميرارا بنادم ذي روح المجلس الدستوري أسيني القانونينا أثين غير دستوري أثيني خلف الدستور الغيت ثورة كيتي التعديل 2016 في كاند المواطن أي مواطن يروحنا الله جستيس ما يروح يتوذبق فلس القانون القانون أكي يخرق له الحق من حقوق النس أكي يعني ستكونتر حق من حقوق النس يسعى الحق أذي يدفع قال القانون كتطبيق مثرف لي أي غير أخطر شيء أثاني يمس حق من حقوقي ذاكي حتى المحكمة الدستورية كان صلاحياتك عشوث المواطن دائما نقار في إطار الحقوق يعني ماشي كل قانون يزمن ذي روح المواطن إلى المحكمة أثاني إلى قانون الغي القانون كخطش يخالف الدستور خاطئ ما يلي القانون الخاص الحقوق والحريات يزمن الشخص أي أيوة الله فيرنس إلى جوستيس أذي عارض أسين القانون كي أنه يتطبق رف لي أي غار أخطر شيء راه غير دستوري ذاك المحاكمة كي نكون قارس المصفات لقى المحاكمة كتشجعني لا فيركي الحبس نديس أذي حبس القاضي ولا ثاني يطبق فلس حتى قانون أذي جلال لا فيرنيت كوتي فالا إيه التلافين بعدك الدفعة كتشجع المحكمة العليا ما إلا القضاء قضاء إداري يعني لافيركي رفض انتي دي المحكمة الإدارية ذكي لافيركي تروح على الدوسية كي أذي روح المجلس الدولة نثني المحكمة العليا مجلس الدولة أري يشجع عن الدفعة كي إلى المحكمة الدستورية انت المحكمة الدستورية انت تفصلا هل القانون كي ذا الصح ماشي دستوري يلغى ما ثوفة الصح ماشي دستوري أتكسيت تلغي من المفاد الصح مفاد الصح خطيب هذه هذه عندي لافيرنين انا نصحي بالدفع ويطبق عليها شحال يقيم اسمحي هذا وكاد اربع شهور المحكمه الدستوريه ساعه اربع شهور دي فوا زمان من اربع شهور باش دار لا ريبونس صح ولكن يعني فهمت الدكتور يعني خلو في الصدق يوم ما يروح يشرح كمل فلاس مثلا يحكي من فلاس من فلاس ها ايه مقبلات وطبق فلاس قانون ايه ومقبل ها ما يدي كما ما ما دي فوا الحكم ما حكم فلاس هكا ماشي مقبل ما حكم فلاس ايه. مقبل يطبق فلاس القانون قال مثلا يروح يطبق فلاس القانون القانونيه نص على ان حكم فلاس الحبس قبل ما حكم فلاس انت سيني بلي الحكومه كي يتبغى ما تحكم في الليل يفغى فبريد الدستور ووريش هذيك الشكي ارسخ من شراء من داو هكا وما الا يعني الا قال حكم فلاس الحبس سوق عماين وحكمنا راه فلاس خاطر كدني يفكاي ثالثا مثلا الجواب وسقامو من شراء من داو المحكمة الدستورية يمكن ذي تغزية كاين أربع شهور نهار الوقت أربع شهور أربع شهور مسح الزمان تكمل أربع شهور أربع شهور نظام ما إلا يفهم بلي كوكي كشتي يعني ساعة الحق مثلا ساعة داينا راه فلاس الحكم منين ما إلا وفهمت بلي كوي ساعة الحق للشرايك ساعة الحق مثلا أطبقا فلاس دكتورة لولي يعطيك الصحة يعني سفه مصدق مازال دغنا مازال الإخطار الإخطار مازال كاين نصيرة دقيقة مازال هذاك عند السمحات ماشي غير المواطنين نكوني المحكمه كي ويروح نغورس داغن هذا يروح رئيس الجمهوريه
هذا يروح رئيس مجلس شعبي وطني، رئيس مجلس الامه، نسعى رئيس الحكومه نغ الوزير الاول، نسعى 30 ديبوتي، نسعى 25 عضو مجلس الامه، وكهكي ماشي مثلي لا في حقوقنا، وكهكي سماريلين اسموالين اي قانون غير دستوري، حتى المعاهدات الدوليه مثل والين غير دستوري، اضروح للمحكمه ياكين. امين هذه مصداق اش حيقلق؟ يزمان يقول يروح وحده دفع بعدم دستوريه فردي، تروح ترفض الدعوه وحدك، اثنين دعوه نيت عنك تشيني كانوا ثاني انا وكذا النظام. ما الا لي ديبوتي نا عضو على 25 30 ديبوتي، نا رئيس مجلس شعبي وطني، نا رئيس مجلس الامه، نا الوزير الاول، نا رئيس الجمهوريه. وكهكي الدكتوره لوني ثلاث مسالت النظام فين يعني لا سيزينا كيم زيك اسخامو من داوي لانتورا اسم المجلس الدستوري ويسعد حق وكان ادي ساعدين غادي يعاود تمواري ديال القوانين اللي نزيكني ثورا المحكمة الدستورية كان خما نشرا من دوكي يسعى الحق ما لا يعدى القانون يولد بلكي فغا في من دوك يسعى الحق يوكنا دي سوري هذه وغالى القانون قديم هذه وغالى دي زر مدى دستوري ماشي دستوري معناتها نشتكي ما لا بيان سوري دومونديت المواطن العادي نعم الرئيس ما لا ولا يخدم الاضاءة يخدم الاعلام كون كوي لا مخالفة ذاكيني يزمرت وغالى القوانين خاطر في المجلس الدستوري ناس قاموا من دوكي مرار دي غلط في القانون دي سكو دي فوند سكو سنه 1980 ايه لكن المحكمه الدستوريه العكس المحكمه الدستوريه خا من شرا من دو ازمر دي غلط في القوانين اللي قاعد هناك يوكل ما الا لوني كشتيان باللي كي القوانين القانون كي خاص 30 40 سكو سنه الفير يفغف من دو تاكين تورا فاسخمو شرا من دو المحكمه الدستوريه تاع الحقي وكن اتسوغال اتسوثر تعاود ايه الماده 180 صح ثلاث كسنتورا وتكسنا راه باسكو ثاني ساعه حقوق مكتسبه إيه. وتكسنا راه سكوس مي ديفا تكسن سكوس مي ديفا قرار المحكمه وتكميل راه وتكميل فوالا دكتور لوني كم كثر راجل خلت الفرع ايه عم نعود الماده 189 اللي هضرنا فيها الشتاكي ايه ثاني انواع لا بالك نقطه استاذه رانا نسيناها يوسف ثاني حاجه تجدد ثراكي باللي المحكمه الدستوريه ثاني راهي تراقب القانون إيه. موافقته للمعاهده زيك ولا شي تساكن باش تفرض تجديد يعني الفيو دير ما الا الدوله تنظم للمعاهده زريض المعاهده تاين توسات تداون الدستور هكا سنتسف ولا قرات خلف الدستور ولكن القانون ما الا يخلف المعاهده يلغى القانون هكا فهم ضي ديتا كي تجديد توسات التعديل 2020 نكمل دي ديك سكو ميكين يتحاسب يعني الهيئات الرقابيه كي المساده في ثلاثه مازالت في اربعه المجلس نورمال المجلس السلطه الوطنيه المستقله لمراقبه الانتخابات لاني يعني تسخمو استعنا وتيمون من الفوت المساد يوغى الحل فلس من زمر نكمل يعني تجديد تنو الفادوك سوى سنة 2019 كان في سبتمبر 2019 نزاشو كي يتدار في تمورت تورا يعني تفرانين الفوت ماشي ذي الحكومة نعضالي في داخل سيدي ساقين تسخمو استعنا وتيمون ان تفرانين الفوت لاني يكن يسخارنا تورا ذي نتساثر دي لهون سوسوري في الفوت سيقمين اري فدوم المدى فزمد فغن ذا نوقر في حندي الفوطة كالدكتور السلطة ياكي السلطة الوطنية للانتخابات المستقلة للانتخابات ديجا بريميامون هي سلطة مستقلة ماشي تابعة لأي شخص انديبوندونت رئيس الجمهورية ماذا يعين رئيس السلطة المستقلة لانتخابات العهدة التي لي ست سنوات عهدة واحدة مدتها ست سنوات معناتها سنين نعم وين داخل ست سنين هذه جيم كاريش ومن تو هذه لين كيف تسكن انا لي بارتي بوليتيك يعني غالبا ينتمي للاحزاب السياسية ادي دفع القانون الجديد اي نظم نشتاكي يعني كيفية تنظيم الانتخابات وعمل واخذ ديم داغنيك صالح حيات السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات تبدا غني السلطه المستقله للانتخابات جديد مهنه اسمه مهمه التحضير على بريباراسيون تنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه والمحليه وعمليه الاستفتاء كذلك ام ثورا كثورا اكتويلمون قلنا غتبنا السلطه المستقله لمراقبه الانتخابات هذيك خدم لنا كثورا التنظيم تخدم الحصص عبر التلفزيون سواء الى القناه الارضيه القنوات التلفزيونيه مش يعني خدم لنا امكش اسفع من المواطنين باش نروح حنا ادخل من لو فوت لو 1 نوفمبر اللي تدون ان شاء الله هكا وكي يعني تسقموت نادزيك تسقموت تابع عن الحكومه
تورا تسقامو توحدس ثيمونانت ذن تساني صوردين وحدس تساني نظامي نسنا القانوني نس وحدس ولاش وكي زمان ديري مانيس اما ذا سلويتم تقدو دعم ماذا نغلا ثمن زونا غدا مقرن الحكومة لا إلا دو مقرن الحكومة غير زداد اما ذكران الحكومة اللي ظن ولاش وكي ساعة الحق وكان ذي الشمامان زيدا يصوردين وحدس الخدمة يس وحدس وذن تساث أرادي لينا في المنداد وسوري في الفوط سوري في الفوط سيجمين أرادي فدو أتساقيني الفوط اسن الفوت دو ميخاري فا الفوت اشو مازال ما فيني انا غنروح ارسيس كومان شو لا 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 السلطه ياك اكيد ان ثوره الذي 2019 ولا شتي الدستور هذه التعديل 2016 يبقى ثورتين دستيرات يعني كانتي دي الدستور كي 2020 يعني تسال المهمه ناس تنظيم الانتخابات تنظم الانتخابات سكوس ما راه يفدو القوائم الانتخابيه سكوس ما نكما سنكتب لنا القوائم الانتخابيه تنظيم التثقلي على خاطر شي زيك الا ثاني الدور المجلس الدستوري ثورة المحكمة الدستورية ثاني وسعير الدور كبير كلش جنتي السلطة ياكي وذن ثلاثة دينين ما إلا وكأين مشي فالفوت ذيني الهان ما ذيني الهان أما إلا إلا شوال كاكي ثاني ذي الفوت نتساثر يحل النزاعات ياكي ماشي المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية ثورة ثين سبعة ذين تخفي فكانوا كل السلطة ياكي يعني أشتكي لكن قال لي ركور نقارزي هذا سنة رانيا كان سقامو سيمونت من الفوت وذن تدانا ذا ردي فرحن سوا ميكي فالفوت ما إلا كم تورا ذن تثار الديني ما ذاك دو ذا دي قفر تم دو كنا وزيك ميدارا ما إلا ذا سلويتي وذا ديني ما إلا ذا نسيق ربحن ناغو ذا ربحن ما إلا ذا في البرلمان ذا تغيواني ناغ الولايات ذا غناخد ديما كيسف كان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كيلي إلا قد دولة نفس السلطات العمومية كون دولة إلا قد دعمت إلا قد دعمت كون ديما كينس السيس هالي كلا فايد السيس هالي وستسجنال ذا عويق ذا عكواري وكان اكزاكتومو وصوفر من جميع الوسائل باش تخدم اخد ديما سكني واثع زيك عريف داخل انسان اجلس هاجين كلش تور عريف داخل على الحكومة اذيلين أدخل من إيل فايدة تسخامو ساكين أسكن الحرج أسكن سورديين أنت تبغى تروح إلى قصة الزوج نقارن اللوجيستيك نقارن يعني ماذا سهل ناخذ السهل الخلق كذا في ناس زعما إلا نتمرد نادو كرا في فلانيا كي نغنى عندنا غير تسقو مني نشوا لان ثمانية إيه لا نسقو من شوا ثاني يسد عديلا كيسقو من شوا المجلس الإسلامي الأعلى وكي هيئة توجور هيئة استشارية وكي تابع لرئاسة الجمهورية أنا في ذيكس على وجه الخصوص شو الهدف سيسن يعني شو الهدف متخذ من المجلس الإسلامي الأعلى الهدف الاعتماد على الاجتهاد الترقية إلى غير ذلك كذلك إبداء الحكم الشرعي فما يعرض بعض المسائل إلى قنوغالطة شرعية توجور شرعية الشريعة الإسلامية الشكل الفقه الإسلامي إلى غير ذلك من بين المهام المجلس الإسلامي الأعلى يكي يخدم تقرير دوري رابور من تادي باري باري رابوريرس ان في النشاط في النشاط تخدم اخذ ديميسك هذه مدير رئاسه الجمهوريه تشكا اسلوين تقدودا اسلوين من دكتور لونيلك ودكتور خلوفيه درا اسقموا علينا نس المكيسه الحق وكان سوف فتوى بيان سور يصح الحق ما يحقوش اين يضل فنسكس الرئيس الجمهوريه غادي يضل في المساله من المسائل نتاثينا دي فتوديس اثنين غير الهيئه كتين فيها دان وكلان دي الهيئه ياك الهيئه كتين لنا غير اصحاب الكفاءات العلميه خاصه اصحاب الشريعه هكا صافي انت تزمر تخدم الفتوى الرئيس انت تزمر تدخل كان كدي الفتوى بصح الا قنفهم الهيئه الاستشاريه كي انتيني غير رئيس الجمهوريه ما يظل في سكسنت حاجه عليهم لا لا الاستجابه لهذا لا لا هذا العرض خاطر هذا الاستفهام اسمح لك دكتور خاطر اكثر ونسار زيك دي الجزائر ونسار مفتي الجمهوريه ونسار وين يفتون سيستم ديوتا ونسار داغن وكان دي ون زمر نروح الا كان اسمي السيوس تسقموا الفتوى الشركه ديال ساتاس يعرفن المدير لا وزاره الشؤون الدينيه لا وزاره الشؤون الدينيه سميت المشتركه قرواطاس قرواطاس يعرفن وتابع الشؤون الدينيه نتاث يقدر يقارن بالميد رمضان ماشي رمضان اشو قال خدم خدم الاجتهاد كم تراد ثلاثه كاين الكوفيد نتاث دي قارن بلي كيغلق الا قنا غلق الجوامع غلق ندي الجوامع فاش شحال اللي نروح حتى كيتسقم الفتوى بالمئه النظام بالمئه النصار بصح ثورا اسقموا ينسلم كي علين يا دراي يسال الحق وكان اللي سوف يسال الحق يسال الحق ولكن عارف اسم ريض الفسيس رئيس الجمهوريه إيه. نتا اي امر يطلب فسيس رئيس الجمهوريه عليه باش هذا سوا ديال الفتوى سوا في اي حاجه عليه بالاستجابه على هذه نقر هيئه استشاريه اثين الرئيس يزمي اثين في كل اي غير الهيئات بصفه عمل استشاريه عندها فض لن تطس نكون مثلا ثمانيه ذي كل مجال لهيئه
الرئيس في اي مجال من قبل يخدم اي قرار من قبل يخدم حاجه اتينا ديوغل الهيئه ياكي اتشاور امثكل المجلس الاسلامي الاعلى في المجلس الاسلامي الاعلى في حاله الشريعه هذاك دائما من قبل اي لا ديسيزيون تيخدم الامور دي يتوال الهيئه ياكي نتتس دفتو ديس والساعه كدنا الاستاذه دوريا كل سكواس تخدم معنا تخدم مع بولينس دارنا المجلس الاسلامي عليا كنسقموك عليا الا ديس انا في ديس 15 العضو 15 عضو من بينهم الرئيس للمجلس الساكن 15 اي يخدمي انت هذا سخا هذا سلوين تيكدو دار تيتعين هذا سلوين تيكدو دي تيتعين اشو التخطير ديالك استي سكواس شحال هذيك هذا استي سكواس المده 6 سنوات هو كان النظام 14 النظام بشرط كيف من بعد الهيئات الاستشاريه وكا ماشي من الرقابيه مسكفه ثالثة كاين ستي سكواس اروح زمان داو دوغان خاطر زمان نار زمان تجديد زمان نار باسكو رئيس الجمهوريه كذا يسعى لو دووا دي اختار على وكيس الفقه الشريعه مختصين بالدين هذا اختار وايض نيتيك النظام خاطر وي زمان خاطر التجديد وسعينا الحق تجديد وسعينا الحق تجديد مي بصح زمان داوي وي ظني وي ظني هذا شي غادي فوالا لا شو ظني قال لنا هذا الكلفن وسخموا عليه الاسلام كاين الا قدا رابول تنيضي تقول سكواس الا غادي تخدم رابول سلوي تيجي ده تشاور نصدف الفتوى يدرى يسعى الحق أكمل نضال يسقم من النضال هذه روح هذه نادي عنده سهوان ديوان سهوان نغ يسعى كان ذا شوار تشاور ذا شوار ذا شوار هيئة استشارية ماشي أمر رقابة ماشي أمر رقابة صح تابعة لرئاسة الجمهورية لكن مش مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية صح ذا شو عندنا ذا الكلفة ذا شو الدون قلنا يرسى كل واحد في الأمور دي بيان سور يسعى شو الدواء مقارنة كان ماشي كان وزارة شؤون دينية ايه باسكو ني هني ديجا وقع تختيرين ديالي حتى وين تمشي وزارة شؤون دينية يوم قرر لي رانا كنت دينية كنت وقع هني تختيرين انا نخدم من المجلس الاسلامي العام كثورة ليكزيست المجلس الاسلامي الاعلى هذا انا ولي الاعضاء انسن انا ولي الاعضاء انسن سنيت بصح انا على سبيل المثال الدكتور بويزري الله يذكره بالخير استاذ يعني متمكن في الشريعة والقانون يعني سلمان بركة سنفك التحية هو عضو في المجلس الاسلامي الاعلى كذا الكفاءات العلميه في امور الدين وكذا قلنا معروفه في الشريعه صح هل كمل في وسخ ممكن الاسلام دين نغد عيني لند الهيئات الاستشاريه يعني ظني سخ ممكن شو لا الهيئات شو ظني زمر المسجد لا المجلس الاعلى للامن المجلس الاعلى للامن كي ثاني لا سيزي يعاود زياره تكلتك تعديل 2015 باش قاموا نشور نشور باش قاموا نشور لدى رئيس الجمهوريه هيئه استشاريه غير رئيس الجمهوريه يعني زمريونا الذي غرس وكها كاين الدستور الديني هذا ويكلانديس دائما الى القانون هذا ويكلانديس يعني سيزيك عندنا في الرئيس نص رئيس الجمهوريه توجد عندنا في غالبيه الوزراء اسقى السلوى يسقم عليه لمانديس مور فوالا اماكن الجزائر فوالا انت ثاني دي سمي سلامان انت ذا شو تراد دور الناس الدور الناس سير سلامان كي قلنا ما وكذا قلنا ندير العسكر ديال فوالا انت تقصد ديال الامن الوطني الوطني وكذا يعني انت تقصد كل الهيئه ياك تجمعني وكني غادولين ذي لمانديس الامور الامور لمان ذي ثمور تستشير ان الرئيس دائما في اي قرار ديال الامور لمان يتوغل للهيئه ياك دكتور استاذ اذا خطر مختي تاع زاش حيدنا بقولين دارشان تقرا هذا غن المجلس الوطني لحقوق الانسان داغني يعتبر توجور من هيئه استشاريه باسم حساب لك ميسقا الصغار الريزاف الحقوق اللي زاف البومدا على المستوى الوطني على في عمر ما ممكن عاد تصفى 13 شي كيلو ندير الماده 211 تبدا سميتها جديد ان الماده الوطنيه كاين لحقوق الانسان هيئه استشاريه تابعه لي رئاسة الجمهورية ماشي مستقلة المهامين اشو يخدموا المجلس كي الرقابة يسعى الرقابة والإنذار المبكر والتقييم إلى غير ذلك في إطار توجور في مجال حقوق الإنسان أمك ثلاثة تفهمها يعني بالتفصيل فيما يخص الشكاوي في إطار الشكاوي أن المجلس كي يتلقى مكدي نظر أسقامو إزرفان بومثان أسقامو إزرفان بومثان يتلقى المواطنين شكاين أرغورس شكاين أرغورس أيضا شكاي اشتوا افاش كنا فاشو اي غير ميل انتو هيك الحقوق السما بير ديال لي داروان سما عند ما ظلمت من وني ظلم من وافاف سوا الدوله انا غشو انا هنا زعن الدروات خدم من الشكوى على المجلس ساكيني اي هذه يقدم الشكوى للمجلس والمجلس اش يخدم ذاكيني هذه ولي اسكي تاع الحقنا وتاع الحق ومن بعد هذه دوموندي لي لونكيت هذه دوموندي التحقيق التحقيق كيزار في البومداني سوتر وي هذه دوموندي التحقيق في الانتهاكات ساكيني هذه شكاع السلطات النظام باش ادفع من المشكل مع تاع وي
البروبليم عندي كلا نكون نسعى نكون يعني القوانين تلا خلال الحقوق ما كدير نضا نسعى بزاف لي زارتيكل اللي هضرنا فوا نشتا ياكي باذن داك السلطات ملزمه ما تخمطك الشكوى كني تصرصت تدوموندي للدارواني داك الا قص ادريبوندي في الناس الى قال مثلا اسد في الشكوى شحال وقت هو كان الا قد ريبوندي في الناس لمده ملزمه بالرد خلال يعني الماكسيموم تقيم مده شهرين باش تريبوندي سين وغورين ايميلو دي جوفر الى قد جوف الى قد جوف الى قد جوف ايميلو دي جوفر ميلو جوف انا ما كدير نظ ذاك المواطن هذه خمر يكون غادي يعاود يروح على جوستيس ايه هذه يروح للقضاء هذه يروح على الشرع هذه يروح على الشرع هذه يروح على الشرع هذه سوت رحقيس قسقام ويزرفان بومدان هذه ارجو ميلا ولا شوز دارين هذه سين وبور هذه يروح على الشرع وحريش الشرع وميلا قسقام ويزرفان بومدان يا ريز دا فرحقيني سوت يروح على الشرع ميلا يعجبت ونيز دار ايه مدينين مي بويز رحقيس اكزاكتومون ميلا شوف هذا تفهم هذا غني انتهاك الحقوق كي مثلا يونس تفن تعسفي بقى لك توقيف تعسفي نح الحبس التعسفي ذاكيني ذاكيني صطفنت برا القانون وانا دار وثرنا الحبس انت يخدم والو مثلا يرتكب جريمه يخدم ذاكيني اشو هذه الدوموندي ذاكيني ابري مي عدد شراعيته هذه فبراءة مثلا ذاك يسعى للدار ودوموندي التعويض مهم جدا الا قد تعوض السوردي 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 الا يعني المعنوي رد الاعتبار رد الاعتبار اتنت الوثيقه عد وثيقه ترد الاعتبار ومام تو هذه دوموندي التعويض يعني مادي وكاين من سلطات يعني اللجنه لا لجنه على مستوى القضاء تتكلف سواء شتاكي تقدر تعويضني شحال اد مسلاغ الدكتور يعني كيما صغار القانون هناك وين على نزرفان بومدان وين نروح نشتي على السسقه وزرفان بومدان نشتي على غرس يا دراد نسى من بعد داري الميلا ثم صديقه تاع العشرة انت يروحون نهار السقام وكي حد في الناس هذه شقه عندي شقه على جوستيس خاطي خاطي ميلا نتسى ميلا سقام وكي المجلس تاع حقوق الانسان السقام وزرفان ميلا نتسى يزل في كي يشتي في الناس خاطي وي هذه يزل وكي تخدم ميس جوستومون تخدم مصلحه يعني حمايه حريه وحقوق المواطنين هادشي اللي تسمى المجلس الاعلى المجلس الوطني لحقوق الانسان خدم ميس حمايه شغل حارس للحقوق والحريات لا ما لا يوي ولا قال ما يروح في مصادر فين يطفن الحبس نتا طفنت ذي الباطل يا درا لا سقام ويكي يروح نزدير الحقينس من بعد هذا يزل في الناس هذه الشرا لا نتكلا خاذ يزل سور سور ذاكيني تقلقنا ديال انت البدايه اللي كيلاق انت راه يزل انت جينيرالمون ملي تروحوا للمجلس الوطني لحمايه الحقوق بادي لي افير ديال المواطن الدوله بصح ما لي افير نورمال كان كتروح ديريكت مور شرح خاطي ها جلسك الدوله ما لا ضمنت طيب بس خمو كيز يزل في الناس خاطي انت زدت في لابوكاتو خاطي خاطي ديما نس انت ديما نس يساعد عندي يخدم بالرابور كل اسبوع سام هيك في نسوان الكره اش كيخدم الرابور شاكاني اه يخدم تقارير شاكاني في حاله الان يخدم يتسلم في رئيس الجمهوريه كل سكواس ايه تحقيقات اللي خدمها كني هذه لي اورغولاسيون بوكو بلوس مع المنظمات اللي حيت ترقيه حقوق الانسان تقاني الدواء تدافع عنا في حقوق الانسان هذه لي كيسن معناتها بالترابط كيسن خديم يتعاونوا يعني تمعاون تمعاون حاشا سلوين تجي داك سان حقي وكنا هذه سوتر تمشي شاور ذاتي شاور نغلند نغلى في مزون حاشا رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه قرن الحكومه ما غادي نغلى في مزون وسعر الحق ما غادي نغلى في النظام ناقص قامو سلوي وسقامو ان لا بي ان حاشا سلوي على رئيس الجمهوريه ياك 8 سقوم خطي خطي الا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكي زمر دي روح غرس زمر تروح وصل الحكومه قرنس هيئه استشاريه ما غير الحكومه زمر تصل براي الناس في 8 كي سي وكي حاشا الكلاسي قلال على وكي قلال وكيه وكي خاطر تمثال الاقتصاد الاجتماع للبيئه وكي زمر تروح ورس الحكومه تستشيره في اي قرار وكي ديك التمزور تاعي شمنا خطي خطي لا الا السحر ارنا الناس فور ناط البيئه انا غير نغدي زمان ارنا الناس تاكي زيك تو مجلس اقتصادي اجتماعي ترى ارنا الناس دا البيئي زيك ثاني لا غير مولال واسم رئيس الجمهوريه اللي عنده ليس على الحقات الشاور ترى كمل انت ثاني يمكن الحكومه الوزاره زمان نروح نغرس طلبنسكس المشاوره ديال الامور الاقتصاد على الاجتماعي اي ما لا هذه في دريس ميش ومن بعد خاطر ما يعدت ما عندهم من دوك كاين الناس هذه توكس هذه ديال الوقت اللي كان خاطر ارنا الناس البيئي يعني الناس كي ثاني لا القانون ثاني هذا يصدر باش كني ثاني مرسوم ماشي قانون مرسوم رئاسي صور رئيس الجمهوريه نسي نظم ثاني المجالس الاستشاريه ماشي القانون
الى داغن المرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا جديد واللي يا ديجا من قبل صافي ديال اول مره هذه اتي دويت من دوتا كي جات 2020 من قبل وليت كستيار واللي يا المشروع اش خدم اشو دي دانيت من دوتا كي ابروبو لا سوسيتي سيفيل يبد يخدم سا مكان مقدر نظم كلاسي تكني لاق الحال مكانه اف كي اس مكانه مرموقه مكانه مرموقه خطر الدستور يتجا لا سوسيتي سيفيل الموتيك بانيينكي اسعنت الدروات خمنت صنع القرار القرار السياسي هذيك شمنتي السياسه وخمنت القرار السياسي سواء الاستثماري سواء محلي على المستوى البلديه نغ الولايه نغ على المستوى الوطني كذلك الشاركين كذلك التجسيد الديمقراطيه التشاركيه او نيفو دو لا بي سي لا ولايه كذلك على المستوى الوطني اتشاورن وتسكين دوك صلحوا الامور امام تقويم الولايه نا الامور الدوله يعني سو مثلا ماشي كان في البلديه ما ملي لي كوميتي دو فيلاج نقول لي تدرين مورا القبائل نسعد لي كوميتي دو فيلاج نيك خدمنا شغلاكي معناتها تشكل و دوموندي تقدم من الاقتراح دو مود لي بروبوزيسيون تبع السلطات فيما بعد سواء المناسبات باش تسير تدعث ني نسنى الكوميتي دو فيلاج يخدم قديم ساكن يلاق الحال بغادي نغيف الحاجه داغني مشروع تعديل الدستور صافي دير ثمن دوسكي فكار نافوس سعى فكار نغنيه صادقه رئيس وسلوان تكدوده في مود فوسيس المجتمع المدني كيني باش تخدم من فوس تكفوس وداغني سيرزت ان شاء الله ديري لو سيت سبيسيال منصه الكتروني للمجتمع المدني نزيف حديث وسلوان تكدوده من المكان اسقسي نيضا خطر فرق اتاسيك سقسايين بصح يسعى كان يعني المجتمع المدني تيدوك لي ونا موسمس دوك لي لا سوسيتي سيفيل بصح يلقى القانون خطر تورنت ولينا امشي ورا سلوين تي داك تروحوا على الولايات يعني ديال هنا مساس دوك لي ونا سي اريفن يسفهم دينا كيرق تيرين يلقى يعني يلقى يلقى دوك لي ولكن ماشي وني الا كان ادي واحد ديني ساعد ذا شو الشور ديك داقاني وكانت سكيد لي خطر ستان اوبسيرفاتوار كلا مرصد وطني ايه ذا وكس عن حقي وكنا تسكيديس ويكسع الحق اي مواطن يسع الحق ولكن لازم يكون عنده دا شنو الشروط اه دا شنو الشروط بروميرمون الا قاد يسعوا السن لاج ماشي قال يوم كان كيروح هذيك الشم ديال سان سورتو ام مشطوح الكفاءه ثاني فيها الا قاد يليون ثاني يوم يرتكبش عليه حتى جريمه هكا هذه اللي يسعى الحقوق السياسيه والحقوق لا 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 شحال الا قاد يلي نقارن التمثيل للولايات الحال باش خاطر يزمر الا قاد يفعل المرس وما نشتكيش جدا مازال خاطر زعما دولت كان 15 ديال الساعه تاع دوك لي ساذرين ان راح نخدم لا المرسوم خاطي ثرا دي فغ المرسوم حتى دي بين انا شحال ونادي فغ جديد ونادي فغ جديد اشحال الى قنوا اشحال وكزمر نادي يخدم الجمعيه اشحال الى قنا ديال الجمعيه اشون الهدف الخدمات الى اخره صافي واش اشو بحال شي ديال خضاء خاطر ولا شو ناس اللي باريزون بيض خدمات خضاء هذه الصناعات دافتا هي هضر في فين جديد غادي في الجمعيه تكني لاق التصريح النتي دي تدولتني عندها لا ديكلار دي سي سي دام ديكلاراتيف ني التصريح هي غير باش اون فوا تخدم الجمعيه تخدم التصريح باش القضيه في البيروقراطيه يعني اننا كل ميم البيستو يعني تخدم الاداره تصرص الدوسي من بعد السكواس ناو تسرنا ريكوليا والحل الناس يكون بحكم قضائي كذلك ما كذا حل للجمعيه يعني ديلي بحكم قضائي يعني عن طريق القضاء قول انت ثلاث دقائق هكا وقيله اللي بغى المجلس الاعلى للشباب جدا كهيئه استشاريه يعني قالوا فايده المسريه ذاك خاطر الى الهيئه الاعلى للشباب ثاني انت هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ذاك الهيئة كتفئة أنا في الدور نص في مجال الشباب انشغالات الشباب أولا هيك المزيني المزيني أنسقموا علي لكي تسمى من دو تجديد تسمى أنسقموا علي للشباب أعلى للشباب هذه سلمة سنة المواد كان 214-215 ذاكي تبيد خلال إلا قد إذا أدفعنا التكس دابليكاسون إذا أدفعنا التكس دابليكاسون كل يكل هيئة الاستشارية الشباب كان في الإطارات الشبانية ممثلين عن الشباب دي ممثلين عن المؤسسات العموميه دي ممثلين عن السلطه دا شو المجلس الاعلى للشباب كي هذه يقدم هذه يقدم التوصيات التوصيات يعني الشباب يعني في مجال الشباب ديما وسلوان تكدوده ديما وسلوان تكدوده اشو الشباب سي كوماسي سي البلديه هذه طرح حماني سنا غادي لي ننتخب فلاس اذا كاين كوماسي يخدم الشاب ني هذه غادي يكوني مانيس تكوين سياسي هذه غادي سي البوليتيك هذيك شمل الاداره اكسيتيرا هذه يخدم احسن تأطير ذا الولد سامون جيرو الى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا ثكي كان هيئه دقيقه كان نوجمال لا ثكي لا سيزيك لا ولا شيس
خاطي فلا فلا فكيس ورن ترى الأكاديمية ورن تاني الأكاديمية تجديد الأكاديمية للبحث العلمي وكثاني الدور نسي البحث العلمي التكنولوجيا خاطي ثنين تسمانية ثنين تسمانية الوقت خطر يتزار لو نزمير لها خطر أنا ذي انتم مسلمين لك ذي مسلم لا خاصة في كزار لامخرى نهات بالك سنها قي ساعة واحد سن نغضي لنوبة النظام دولة زيرت في كازار لامخرى إي مسلمون وكذا كيك سنادين إميد مسلي دكتور خلوفي نا دكتور لوني فين انا ني مسنون يعني اسقم علي نتموسني نا لاكاديميه كي لاكاديميه سقم نتموسني داين دي في كدن الفغين دولا تزيرتي وكانت ازال وتسرزل اي مسنون اخطر ثني ايدي 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 سنول فاين تي وين ايدي سنول فاين ناريو يسوفن في رقص دو تمورت اما كحريش تكنولوجي نا دكوين النظام دكتور لوني بضد ارتكار النوفاس دوار نعديكا اتاس متمسل بفبدن سمسلايه ودن مسلايه في فلاس تخطر رايك فعلا الوقت يعني راه خمسه تفصل عطيكم الصحه ميت تورد انت كرا النوفا ياكي يعطيكم الصحه في التدويل تاكي وان شاء الله غادي نصيوض الميساج بوغ وكاع عندي سمح سيس اللواناكي ياك هذه دبيت بن دوثه كي سوا الهيئه الاستشاره الرقابيه ان شاء الله انا في التفعيل يعني الممارسه في ارض الواقع أكا يعطيكم الصحة تنمير دكتور وريك ميني خلوفيا وانت كرا كيني ثاني خويا ندينا يعطيكم الصحة فنعرضك إلا وتصل قين زمرات ديني ولكن الوقت مشطوح إن شاء الله مازال تدوي لي النظام الدسني مسنا والنظام إن شاء الله هذا التسفينية كاين إلا ندي الدستورك تنمير يعطيكم الصحة دكتور خلوفي تنمير تسمح لي سارض ذي سداوي كلمة عند الحاجي توفيرتس سارض القانون من دو القانون الدستوري كمي دعنا دكتور لوني نصيرة ولد كميني ذي سداوي محمد الحاج انتو فيرس صار القانون ام دو اعطيك مساحه اعطيك مساحه تنمير اي مدوكالنا قلنا ذي ستوديو ويس فان تلفزيون الجزائري مدي لنا في المداد ان نوفايكي تنمير السيد علي قال ابو عبد الله قال سكريبت نابوساكي بوزيان سلاخ انت دي سوفا نوفا جاكم دي لنا اكلي لي